الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تستقبل مديرية أوقاف الليبية اليوم الأربعاء الموافق 4/8/2021 الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي، وقدرها 3 طن. وبذلك يصل إجمالي ما تسلمت المديرية حتى تاريخه 16 طن. اليوم الأربعاء 4/8/2021 تم وصول 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي في مديرية أوقاف الجيزة، وقد وصل قبل ذلك 14 طن، وبذلك يكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة حتى اليوم 16 طن. أحوال أسوان، تم استلام الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي وهي تقدر بأربعة طن لحوم من صكوك الأضاحي. للأسبوع التالي على التوالي توزيع لحوم صكوك الأضاحي من الإسماعيلية. وصلت لمديرية أوقاف شمال سيناء الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي كمية 4 طن، وكل عام وأنتم بخير.